حاج فقير ما نقضه إلهي باك صار يا فقري فقري يا دبي يا إلهي وكبو فيا ماش وكا صار حاجك أبالك سوا جنة العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة لا بد عمرين تكرر حي سدم بقايل هاي وكل رافع حجك الله قصة مفرين أبالك سوا شن فضل جيسا وحكم إذا إنه نبي وكت المامين ويهاي الجهاد حجك إنه كلمة إن ما أنت كوقا ذنينا فضل جيسا هي أحكام تيس وقت جيس نوات تاجي هاي قف كي فرصة كفا إيدينا يا وقرتي وعلم جيسا وحكوا قال لها وحين هو الرئيسين لإن شاء الله فضلك حجك فضلك سوحك كوكا أركان الإسلام كيف كميديا شنطا أركان قفك عبادة حجك أوغي تيرارك إسلام كميد كميدا بواتكي بني الإسلام على خمس إسلام كشن تيربا لقد تغيب النبي عليه الصلاة والسلام حجك كميدها حجك وحيابا لقفة إذا وحك كميدا الله كعبس بالله جهلا سيدا صوم كبالك عبس قال الله جهلا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى والتقون يا أولي الألباب آية دي حاجك كورمي وحي لهاية المامة يا إلا صهي قاط عم الله ظل صهي قاضنا أيوه يا آخر الله صهي قاضنا أيوه كتر حاجك حاجك وحيابها إلى هاي وكد ويا وحكم ذا فقرك يا دنبك والله بدر وفاض الدنيا آخرة وربلة رسولك صلى الله عليه وسلم حديث صحيح وعقول ما أمعر حاج قط حديث حسنة حاج فقير ما نقضه إلهي باك صار يا فقري فقري يا دنبك إلهي وكبو فيا ماش وكك صار حاجك أبالك سوا جنة العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة لا بد عمرين تكرر حي سدم بقايل هاي وكل رافع حجك الله قصة مفرين أبالك سوا شن فضل جيسا وحكم إذا إنه نبي وكت المامين ويهاي الجهاد عايشة الله كرر لنا سؤال في نبي قوي دي سوحي ترى فلان وجاهد نقوم يانا الجهاد في قلين هطان وطمرنا مركان رسولك وحول إلا كنا جهاد لا قتال فيه وحلاذهين دقال أن حبذي كدعين وحجك الحج المبروك حجك إلا قصة ما فلاي مركان فضلك لقاها للجهاد كالقاها لي فضلك لحاد الله وحوه مالك لقو بحي حجك نبي وحو حسي عليه الصلاة والسلام مالك لقو بحينا يا حجك كجهاد كنو لمديا تضباب بقلو تشيرنا إلى هاي وصير الله بلا بيو حجك مال انت قيامها قفك ومر خاتك عاه وشاهد ومشهود مركا ليسوي ما دا قيامها وعد مر خاتية يعد لغو مر خاتها وقت النبي عليه الصلاة والسلام سنة كحجة يي نبا كرد عي هشي وفوشنا قارتو كتشبي رسول كوحر صلى الله عليه وسلم كفنتي ساركي ساعة العظم كحرة فإنه يوم القيامة يبعث يوم القيامة ملبيا قال انت قيامها لا سو صاريه سغو تلبيادي اخريا وحجك علامه وناكسن ويه مركا عمل مرخاتي كون نقنيا وي الهي با ملائكته او غفاره مؤمنين تحجيا مالنت عرفه الرسول كوحو تلمامي صلى الله عليه وسلم ددك عرفه يسو يما هلكا فديا الهي با ملائكتي سو غفانيا يدا فضلغودنا او خسيو فضلغيسا وحا كميدا qofku inta uu joogo wuxuu faa'iideysanayaa ajri kala duwan oo farabadan oo tusaale hadaynu soo qaadano rasuulku wuxuu xusay salaadaha lagu tukanayo xarameenka inaanay la mid ahayn salaadaha meelaha kale lagu tukanayo oo boqol kun oo salaadood bay la ajri tahay ama la mid tahay salaada baytullaahi alxaraam ku tukanayso taad masjidka nabawiga ku tukanaysaana kun salaadood bay la mid tahay de boqol kun oo salaadood waa dareemi karaysaa وقال كنا الصلاة تضاد أيامها وقايب صو ده عدد ككوسا بحياة وحليا بدوي وحنا بقول عليه الصلاة والسلام وكل الدعاء ودعي قف كحاتجا يك عمر سنة يا أمتي ما حيرة يك جابنا يا اللهم ارحم المحلقين
dadka timaha xiray ilaahay u naxariisay ilaahay u naxariis ilaahay u naxariis markii dambena wuxuu ku wa timaha gaabineena ilaahay u naxariis waa duca nabiyo dadka inuu ilaahay waqbalaaba la rajaynaya qofku marka uu xajka tago beerihi jannadu ka agdhow yahay ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة رسولك وحول الله صلى الله عليه وسلم قوري قايقا يا منبر قايقا انت كده حيس بير بيرها جنادة كم إذا بقى وانت روضة الله إلهي روضة روضة من رياض الجنة يا مساجك رسولك قلت على صلى الله عليه وسلم فإذا إن كي سوحا كم إذا دورة رموت بأي سكوب بيقمية وأفضل الأعمال في أفضل الأيام في أفضل الأماكن في لأفضل الوفود وأيامه فضل بضنا يا قبتي وفضل بضنا يا عملك وفضل بضنا يا وفتي وفضل بضنا لو وفتي لا هي أفر تاسيس كل عيا مركا قفك وحلون رجينا يا وح قيمة بضن إنه هلا وحين وجود بلا مركا أحكامته دا دركت قدر كاه الرجال فضل جيا حاجك يا أحكام تيسا أي لقمة مارمان كتهاي قفك جدنا يا حاجك أي إنه سيس هاي قاتو مركا أوه الرأي قرآن كي لهاي وكوهر من حاجك يا أحكام تيسا يفضل لقي سبا رور سورة ضاد بآد تلمامة سورة البقرة يا سورة الحج هاو بضنا عليه سورة التوبة يا سورة آل عمران إلى هاي وكو إشاري آيات يلا بقى أحكامته أنت بدن سورة البقرة يكون شرتا هدي جاي حولها الله قال يانا سورة الحج بقى كورها من سورة غباء ما قعد راي إلى دوري الله تنا أيضا صدحية الله تنا أيضا مالها ساكها الله يسوقين تحجك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم سجاش الحديث أي كورها ما أو عن سي هاي حديث كي جابر بن عبد الله ورنا يا صحيح مسلم قصبنا حجك مرك الله يا جو أحكامتي ستلمانتي سوى قصد هذا مال هل كاسة وقصده وحج إليه وقصدي مركا بيت الله الحرام كو عبادة الله تجا حج كي عمرة الله يراده أيا نقول أي قصد هي زيارة عمرة دي نوى زيارة أبو قشة حج كينا وقصد وحويا أنا القصد إلى بيت الله الحرام لهذه العبادة المعروفة حج كحكم كيسو عمره مربو واجبه حجة الإسلام بالله انت كلاوا اسكسو النوم عمره دون السيدو كلاوا واجبه نقنيس ان حجك وحلقه هلا وحيابه فربضان وفايدوينا ميت شخصية يا ميت بلشداء يا ميت الدميو يا ميت آخرين تبا لبقى يباد بالنقضة حجك ميت واجبه يا ميت سناء كواجب كامل وين صاشع نو حج كي إسلام ك قف كلا قولها حج كلا ترى الله إذا هذا حج النذر أدو قف كيسكو واجب يو يسقون كبا واجب هين أولا لله علي أنا حج في هذه السنة سنة كنينا الحج أبو له يقول لي وكواجب يا حج كوح لي شروطة قف كلا جه لهم بشروطها يوم بكواجب يا وقف مسلمة وأن قال هين مكلفة ومير قبوق أنجاده مستطيعة ودقاله كحد شيئا هي ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا استعاد إلى هذا القتل ما من سورة آل عمران كسورة وأتم الحج والعمرة لله أمر كسول هاي بحي حجك مرك الله أركان بولي أركان تيرر وكنت أجيه وأنا قفك صاحبه بيت الله الحرام كالضوافه صفايا مروه نحذو ذن الضوافه استاغنا عرفه او استاغوا بركا اركان تتوقع علوس وحو الله يهي مرك شيء لا يقانا واجبات ويقى هاتي متك ميدات كتك تليك باك وقو واجبات ينافين القش واجبات كاسنا واكوان صوصع له مركا تصوصع وتحرى شدي واجب هاي لكن وين ميقات كاقا صور لافي قال أول بميل بنبي جو على مدي ماش هذا إنك كصاحرته واجبات ككمت هذا صار رافته وتجودها كحرته نافبك واجبية عرفين قبل كوكودعه عرفت استاج إذا مت شوقيتان كيدو أركانته كمدها لكن قبل كوكودعه مالك استقالات
waajibaadkee ka mid habeenka ciidda musdalifa in loo soo hoydo habeenada ka dambeeyana mina loo hoydo buuraha la tuuro maalinka ciidda iyo saddexda maalmooda ka dambeeya dawaafka loo yaqaano dawaafulwadaac ee qofku markuu reerkiisii u dhoofayo uu kusii samaynayo kacbada kuwaas waajibaadkay ka midii mid ka mid a intaa hadduu ku dhaafo ama aad ka tagto neef baa kugu waajibay wuxuu leeyahay xajku waxyaabo loo yaqaano maxduuraat oo qofka xaaraanka ah oo hadduu ku dhaco wuu fidyoobayaa fidyadaasina neefna way noqotaa raashina way noqotaa waxaa ka mid a waxyaabahaas dharkii oo uu qofku xidho intuu xajka xidhan yahay dhar tolan inuu xidho looma ogolo waa ragga dumarku wejiga iyo gacmuhu bay bannaynayaan intaa laga farxasho waxaa loo diiday in madaxa iyo wejiga ay qariyaan raggu oo maxduuraadkii ka mid a udgoonkii laba marsanaya rag iyo dumar midnaba intuu camalkan ku dhex jiro qofku madaxa ma xirayo cidiyahana ma gurayo timaha jirkiisana iskama jarayo galmadiibaa xaaraana iyo wixii la xidhiidhay guurna ma samayn kara qofku inantiisa ama cid kale ma guurin karo ugaadha ma layn karo dhirta xaramka ma jari karo afxumada iyo fusuuqa iyo edabdarrada iyo muranka intaasina way ka hadhan yihiin waa tobaneeyo shay meelaha xajka waxyaabo dhowro kooban baa buriya haddii carafa ay dhaafto carafa oonu teginba xajkiisaasi ma jiro hadduu xaaskiisa u galmoodo isagoo camalkii xidhan oo weli aan maalintii ciidda tuurinba iyana wuu ka burayaa sanadka dambuu soo qallaynaya hadduu diintii ilaahay iyo rasuulka caay u gaaloobana camalkiisaasi waa buray oo xajkii sanadkaa waa ka buray waayo gaal buu noqday lain ashrakta la yaxbadanna camalu ilaahay baa wuxuu hadaad gaalnimo ku dhacda camalkaaga waa buraya xajku wuxuu leeyahay waxyaabo sunnayaala ajrigiisaa kugu badanaya mid ka mid a haddaad ka tagta laakiin xajkii waxba noqon maayo waxaa ka mid ah markaad xidhanayso waa inaad maydhato isnadiifiso cadar marsato waa raggii weeye dumarku cadarka dabadda ulama baxayaan talbiyada la akhriyayo labayk allaahuma labayk waxay ka mid tahay sunnayaasha qiimaha badan ee xajka dawaafka salaanta ee la yidhaha dawaaful quduum dadkoo dhan maaha laakiin qofka xaj keligii gudanaya dawaafka u horeeya salaam buu noqonaya dawaaful quduum baa la yidhaha maalinka sideedaad iyo habeenka sagaalaad ee la sii baxayo in la joogo mina sunnayaashay ku jirtaa haddii ay intaasi dhaafto xajkiisu waxba noqon maayo markuu carafo taga namira inuu dego masaajka namira waa hadday u suurogelayso iminka malaha maba suurogasho guduhun baa la galaaya maalinka carafa iyo habeenka ciidda labada meelood ee la jooga midina carafo tahay midina mashcarulxaraam tahay inuu aada ugu ducaysto qofkuna uguna dikriyo sida suuratul baqara ilaahay aada ugu farayo nebiguna wuxuu lahaa calayhi salaatu wasalaam yidhi duca waxaa u fadli badan ta carafa ayaa duca ugu fadli badan maalinka ciidda camalaa la sameeyaa buurtaa la tuuraa neefkaa la gowracaa madaxaa la xiraa waa la dawaafaa camaladaasi siduu nebigu u tartiibiyey in loo tartiibiyaa wanaagsan ramyiga iyo gowraca oo neefkii la gowracayo timihii oo la xiirayo dawaafkii oo loo dambaysiinayo sidaas in loo tartiibiyo haddii la isweydaariyana balaayo ma leh tartiibintooda waa sunne waxaa ka mid a sunnayaasha maalinka ama habeenada iyo maalmaha mina jooga xaajigu inuu badiyo dikriga ilaahay iyo takbiirta uu akhriyayo inuu iyadana badiyo khudbadihii in la akhriyo khudbada ilaa saddexa fara ayuu leeyahay xajkiio nebigu akhriyay calayhi salaatu wasalaam dharka cadcad in la xidho ixraamka ixraamka hadduu dhar cad xidhan waayo qofku oo dhar kale uu xidho iska caadiya oo xataa dee kala baxsan uun xajkiisu waxba noqon maayo dharka cadu waa sunne weeye markuu sii baxayo aadaab baa sunno ah oo safarka inuu safarkiisa hagaajiyo oo dad wanaagsan raaco aqoon ku kordhin karaa alkhuruuj min almadaalim markuu sii baxayo waa inuu towbad ku dadaalaayo dadka waxoodana u celiyaa masaa'il baa jira markaa xajka la xidhiidho culimada qaarkood laga yaabo inay hadalka leyn ama su-aaluhuba ku bataan masaa'ilka waxa ka mid a xajka iyo daynta haddii qofkii dayn lagu leeyahy ma xaji karaa haa wuu xaji karaa haddaan daynta markaa loo haysanin oo waqtigeedii aanu taagnayn
deynta waqti leh kuma xirmaya xajku ama tii aan lagu haysanina lagu leeyahay waaban ku fasaxay iska tag ruuxa dumarkii maxaa xaji kartaa maxram la'aan maya sax maaha way xaji kartaa wuu ka ansaxaya laakiin ajrigii baa yaraanaya waayo rasuulku shardi buu ka dhigay ruuxa dumar inay nin wadato ama ninkeedii ama ehelkeedii ninkii dee jihaadka nabiga u raacayay wuxuu ihi orod iska tago xaaskaagii la xaj waxbaana raacine marka way u baahan tahay ama ina yar ha ahaato ama islaam weyn ha ahaato ma laga xaji karaa xoolo xaaraana oo sharciguba xalaalayn hadduu qofku ka xajo xajkii wuu ka ansaxayaa laakiin waa bila ajri oo ajrigiisii baa dhinmaya citri wuu burayaa ma jirto hadduu qofkii dhinto ama xajkii tegi kari waayo xoolana leeyahay ma laga xajiyayaa in laga xajo waa waajib siduu warwareegaya buu tacbaanay ama curyaamay ama gaboobay markaas in laga xajaa waa waajib hadduu dhintay isagoo xoolalana rag iyo dumar mid kasta aadee in laga xajaa waa waajib xigtadiisuna way ka xaji karaan cid kalena way ka xajiyi karaysa xajku wuxuu leeyahay hadyi xoolo la qalo oo qaarkoodna waajib yihiin qaarkoodna sunne oo qofku hadduu xajiyo cumro israaciyo labada dariiqa mid kastaba ha u xidho tamatuca iyo qiraanka eh neef baa lagu leeyahay haddii uu fidiyoobo oo wixii maxduuraadkii uu ku dhaco ama waajibaadkii ka tago neef baa lagu leeyahay waa xoolaha la qalaya waajibka ah inaad ku xisaabtanto weeye markaad meesha tegayso oo lacagta aada sii qaadato xoolaha lagu qali lahaa hadyiga qayb baa sunno ah oo waad iska kordhisan kartaa ilaa waxaad joogtaa meelihii ugu fadliga badnaa sadaqaduna ugu fadliga badnaa iyadoo nabiguba boqol buu qalay calayhi salaatu wasalaam xajku wuxuu leeyahay mawaaqiit zamaaniya iyo qaar makaaniya meelo laga soo xidho iyo waqti la xidho meelaha laga soo xidho nabiga calaamadiyay calayhi salaatu wasalaam reer madiina waxay ka soo xidhanayaan meel dulxulayfe la yidhaahdo oo madiine kambalkeeda ah oo 430 kilomitir u jirta maka qolada shaam xagga waqooyiga ka imanaya waqooyi galbeed waxay ka soo xidhanayaan meel juxfe la yidhaah haddana raabakh la yidhaah ugu dhowaan 470 kilomitir meelahaasay u jirtaa kacbada qolada reer najdi ee iyaguna xaggaa koonfur bari ka imanaya waxay ka soo xidhanayaan meel qarnulmanaasil la yidhaahdo oo 80 kilomitir kacbada u jirta innaga iyo reer yabaneed waxaynu ka xidhanaynaa meel yalamlay la yidhaahdo yalamlam oo 100 kilomitir u jirta kacbada ciraaq iyo dadka xaggaa ka imanaya daatu cirqi meel la yidhaahda ka soo xidhaan oo 90 kilomitir kacbada iyaduna u jirta waqtiga la xidhan kara xajka waa ilaa 70 habeen siduu ilaahay sheegay alxaju ashhurun macluumaat xajku waa bilo la yaqaana buu ilaahay wa shawaal dilqicda wa cashrun min xilija bisha rabadaan labada bilooda rabadaan ka dambeeya iyo bisha xajka la guto 10-keeda cishee hore ama 9-ka cishee hore ilaa adigu habeenka carafo waa la xidhan karayaa marka waqtiga la xidhan kara iyo meelaha laga soo xidhanayaana waa kuwa axkaam 13 ayaa si degdega u dulmaray laakiin furfur bay kaaga baahantay markaad cajaladaha ka dhagaysanayso ama kutubta ka akhriyayso waxay u baahan tahay inaad iswada dul taagto oo daliiladooda iyo tafaasiisha iyo waxaa laakiin ku xisaabtan in intaasuu axkaama xajku leeyahay arkaantii iyo shuruudii iyo waajibaadkii iyo waxyaabihii kaa burinay iyo waxyaabihii sunnayaasha ahaa iyo mawaaqiidii hadyigii waxyaaba dee mubaaxaadiina way iska jiraano qofka xaajiga ah isaga bannaan oo laga yaabo dadka qaarkood inay cidhiidhi ka dareemaan kuwaasina waa iska badan yihiin oo waa intan aynu sheegnay wixii aan ahayd idan markaa waxaynu baraarujin lahaynu dad badan baa dhaqaal ahaan kari karaya xajka oo masaariiftii reerkaaga wixii dheer baa dee xajka lagu tegayaa haddaad kaashaysato kaashkaa waxaa lagu leeyahay reerka intaad maqantaa wixii kusii filan waxa ka soo haray dee waad ku xajaysa de in badan intaa haysato kumayaal dollar haysta iska warwareegayoola weli inkastoo qofka aan laga xaraashaynin gurigiisa lagama iibinayo gaadhiga lagama iibinayo kutubta lagama iibinayo dahabka lagama iibinayo wixii saa uu iska haysan laakiin wixii lacag u haysto intaanu guri ku dhisin baacamshtari kalena ku gelin inuu ka xajaabaa waajib ah asxaabta ridwaanullaahi calayhim iyagoo waxbaba haynin ayay neef soo fuuli jireen xoolaha sahay ayay soo qaadan jireen haddii qofku xataa lacag uu ku guursado uu maaragtay diyaar leeyahay guurka waxa ka horeynaya xajka
waxa culimadu tilmaamaan mar qura inuu guurku horeynayo markuu qofku sina ka cabsado dalika liman khashiya al'anata minkum sidii kii adoonta guursanayo kale markuu ilaahay ka hadlayo hadduu inuu fitnoobo oo sina ka cabsanayo mooyaane hadduu qof caadi ah oo iska miir qaban hore u soo fadhiin yahay oo iska caadi ah xaaladiisu caadi tahay xajku horeysiinayaa waxaan u dambaysiinayaa guurkiisu dambaysiinayaa marka sida arrinka xajku yahay wuxuuna baraarujinayaa iyo saynu nahay maaha waxaa laga yaabaa taajir milyaneera boqolaal kun haysta tobanaan kun haysta ayaan xajaynba oo malaha moodaya in xajku aanu kuba waajibin ama isla waqti dambe waqti dambe waqti dambe marka haddii faral aad gudan karaysa aad ka gaabiso dee dambiilaatay arkaantii islaamkana dhinacaagii waa looga soo dhacay marka aynu dadaalno jaaniskana ka faa'idaysano markaa ka gaarsii inaad xajto intaan adiga lagaa xajin wallahu subxaanahu wa tacaala aclam